بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضا. بالنسبة للفرح، بالنسبة لحضر الرحم لفرحة مؤجلة، وبالنسبة اللي مش يفرحوا بعد عام ولا عامين وثلاثة، أنا حديثهم حديث يحبوا رب. هو أقبل كل شيء. أراكم اهتممتم بالدنيا ونسيتم الآخرة. جريت وراء أعدادكم كل أساتذة ممكن يكونوا من الضالين في حالة سكر، يعطيك عدد كما يروح. كان هو في سخط على زوجته، يعني عدد اللي ينقصك من حق أو يضيعوا تماما. بعيده ما تركنوش إلى الأعداد، سواء كان الامتحانات الصغرى أو الامتحان الأوسط من البكالوريا، مش تولي عندك كما تكون أنت هكا شيء من القداسة وشوية من الاهتمام، وعائلتك تفرح بيك وتستقبلك الكليات والجامعات. يا ولدي هذا راهو زينة الحياة الدنيا، لكن على حساب ما هو أنت مطلوب به لآخرتك. بحيث صحوا مساركم يا ناس، والوالدين ما تنفعوش فرحة تاع شياطين، وما تظنوش روحكم أنتم الناجحين، ولا أنتم ولا أولادكم ولا بناتكم. النجاح هو بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كناش نعطيه شهادات باطلة. على حتى الشهادات الكبرى في الكليات المشهورة في العالم تصرف وتعطى بدون حق مقابل مال. تريبيشون دي بيس تريبيشون، معناها ساحرة، يعني يعطيه وريه الأخضر، سواء كان في أوروبا ولا في أمريكا، يفقد عقله، وإذا كانت بقية من الأخلاق ينساها باش يخرج من الشهادة. بحيث احنا ما تنطلقش علينا الزينات، ونحن ورينا قارون ماذا حدث حين عجب بزينته، وكيف الرب امر بامر بسيط، قال كن للارض ابتلعي ابتلعته بدون رحمه. ونعرف خطاب الارض للعلاة المستقبلين على الله، كيف تكون نهايتهم؟ وقبل النهايه والارض خطيب ولك وان لا يفقهون، تقول لهم انتظروا لحظة تشيو في بطني، ساحسن صنيعا بكم، وبحقيقة هكا تختلف اضلاعهم من شدة غيظ الارض المطبق عليه. التفكير ولا لهذا رابح في البكالوريا ليس برابح، بل وجاته نسمة من رحمة الله، فلا بد أن يبدأ عصر الشكر لأنعم الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. كلمتي نقي فيما يخص النار اللي قائمة بين الزوجين، أراكم أنتم رجال كنتم بسبب، لأنكم الرجال أنتم شئتوا جاهدتم من بعد صلاة الفجر والصبح، جاهدتم تجيبوا لقمة الحلال، ولكن نساؤكم في بيوتهن في قبورهن لا يفهمون عن الله وعن نداء الله وعن الأدب مع الله وعن القيام بين يديه، لا يفهمون شيء، ويرضعوا ويلقنوا في أولادكم ذكور وإناث هذا الصنيع الفاسد. ولهذا رد بالكم إذا كان اليوم تروا نيران أزواجكم وتروا التمرد من أبنائكم وبناتكم، هذا بعض ثمرات العلقم التي أنتم كنتم ساعين إليها، لأنكم فقدتم الريادة وفقدتم الإمامة في بيوتكم. ما عرفتوش تهديك خط سيدنا نوح عليه السلام، عمل في كل ما في المجهود. سيدنا نوح عليه السلام عمل كل ما في المجهود، لكن النساء قلنا نقصة عقل. الراجل عندهما لعبة، جاتي فلوس تحضر لكم ما يحب، فرشة وغير فرشة، الزهور والعطور على حسابه دائما، والمصاعيب والشوالق على حسابه، مفهوم ولا؟ لكن بعد تدور الدائره على الرجل ذاك، ويرى من زوجته امتناع جنسي، ويبقى مخروبه من داخل بفعل فاعلي مش فاعل واحد. رد بالك ولا كان طبيب يتكلم فيك، بس ولا ما والله ارى بفعل فاعلي من دبورهن ومن قبورهن، افهموا ولا شك حد نقول. ولهذا احذروا، ارى النار اللي لهبه انتم تجموا تطفيها برجوعكم الى الله بكل صدق، ورزقكم ملا تحرموا عليهم اللهو والخروج في كل وقت، والاعراس اللي هي تجيب نقمه الله، ولا ما تسوق برك ابغض الاماكن الى الله. حتى الاعراس اللي فيها التعاسات كلها وفيها التمرد على الله وفيها المعاصي كلها، لكلهم يتمشوا، لكلهم يتنافسوا، شكون يستقبل خير، شكون يلم اكثر عدد، وشكون يشرح ويغرب باش يجيب الناس، ولا يستعمل الانترنت ويستعمل كل شيء باش يظهر ويكبر في عين الناس، وهو لا يكبر في عين الله سبحانه وتعالى، بل يزيده الله مقتا وضلالة وعذابا دنيويا وقبريا وبعثيا وجهنميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاه.